يا هلا والله بالوجيه معاكم، يا هلا والله بالوجيه معاكم حياكم الله في برنامج شخبار هوليوود، البرنامج اللي ناخذ فيه لفه سريعه على اهم اخبار الممثلين والممثلات والسينما والتلفزيون واي شيء متعلق بهذا العالم. وكالعاده يا جماعه علشان ما نطول في المقدمات اضغطوا لايك، اضغطوا لايك يا جماعه، ايام مباركه والعيد قادم، لا تنسوا اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. والاهم من هذا كله تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجوده في صندوق الوصف، والتويتش والديسكورد برضو. غير كذا اربط لي حزامك عزيزي الوجيه، اربطي لي حزامك عزيزتي الوجيهة، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. من جديد امبر هيرد لا تتشمت. في بعض المصادر يا جماعة تقول انه امبر هيرد طلعت او طلبت اجتماع سري مع جوني ديب، اجتماع كده خلف الكواليس لا احد يدري عنه، بس الناس عرفت عنه، الشياطين الصحفيين في كل مكان. ولما تم هذا الاجتماع طلبت امبر هيرد من جوني ديب انه ممكن يعني تخفض المبلغ حق الغرامة شوية، 10,350,000 دولار. انا من ويلي انا كل راس مالي كان 15,500,000، راحت غرامات ونصها راحت، ما عاد عندي ولا حاجة تقريبا، يعني خفضها شوية. الاشرة يا جوني، عشان الحب واللي بيني وبينك، علشان عشان ايامي وسنينه، تكفى حاول تخفض الغرامه شويه يعني. ويقال انه جوني ديب قال لها في النهايه تهبهبي، اطلب الله على حالك، ما في تخفيض، مو شغلي، روح اكلم المحكمه. وانتهى المطاف بامبر هيرد وفريقها القانوني في المحكمه مطالبين استئناف. لا هم ما راحوا المحكمه، امبر هيرد قالت لهم اسمعوا روحوا المحكمه اطلبوا استئناف، انا ما اقدر ادفع المبلغ هذا، تصرفوا. وخبر ثاني يا جماعه وبالحديث عن امبر هيرد، وان شاء الله انه يكون هذا اخر خبر عنها يعني. سنه 2015 يا جماعه الاخت هذه تفزل لقت وراحت استراليا علشان تزور جوني ديب، وقتها ايش كانوا لسه حب وحبايب قبل طلاقهم بسنه. المهم البنت عندها كلاب في البيت، كلبين بالتحديد، قالت والله يا حبيبي انا مش هين علي اروح استراليا واترك كلابي هنا في امريكا، ابغى اخذ كلابي معايا. جات تاخذ الكلاب استراليا معاها، قالوا لها لازم تصاريح وفحوصات طبيه وجوازات سفر وشغلات. قالت ايه كلاب وجواز سفر وتصاريح، خير ان شاء الله. فراحت وزورت اوراق هذول الكلاب واخذتهم معاها الى استراليا وانطبقت، اتمسك، رفع عليها قضية السلطات الاسترالية، وراحت وحلفت يمين، قالت علي الحرام ويمين ثلاثة انه ايش انا ما زورت، كذبة، حلفت كذبا وزورا. مرت الايام والسلطات الاسترالية فجأة قالوا اجين افتح الموضوع، البنت دي كذابة واكتشفنا انها كذابة بلا 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 بلا. وحاليا ملف قضية تزويرها لهذه الاوراق او اوراق الكلاب تبعها رجعت وقامت من جديد، السلطات الاسترالية حالفين يمين انهم راح يثبتون انها كذابة ونصابة. ويا عالم الين وين تنتهي القضية؟ هتتشمت لو تتشمت عزيزي الوجيه، لا تتشمت. المهم يا جماعه، وبما اننا تكلمنا عن امبر هيرد يعني خلونا نتكلم كمان عن جوني ديب. بعد ما فاز جوني ديب بالقضيه ولله الحمد وخرج منها منتصرا، طلعت بعض الاخبار انه ديزني تواصلت مع جوني ديب يبغونه يرجع لسلسله قراصنه الكاريبي بشخصيه كابتن سبارو، بل انه بعض الاخبار قالت انهم مستعدين يدفعوا له 300,000,000 دولار علشان يرجع لهذا الدور. الناس قالت يا سلام انها العداله مره اخرى، لكن احب اقول لكم يا جماعة انه الخبر هذا كلام فاضي وغير رسمي وغير صحيح. جوني ديب شخصيا صرح وقال كلام فاضي. غير كذا جوني ديب في المحكمة قالوا له انت مستعد ترجع لديزني؟ قال لا مستحيل ارجع لديزني وبالذات الكابتن سبارو، فعاد تصدقوا اخبار الا من مصادر الوجيه. حلو. صرح مخرج فيلم ثور لاف اند ثندر تايكا واتيتي وقال انه تم تغيير شكل شخصية غور اللي قدمها الممثل كريستيان بيل عن شكلها في الكوميك. في الكوميك شخصية غور يا جماعة هذه ما عندها خشم ما فيش، عنده كذا فتحتين مباشرة في وجهه. المهم انه شكل الشخصية في الكوميك يشبه الى حد كبير من الشرير فولدمورت من هاري بوتر. فقال تايكا وتيتي يا جماعة خلاص بنخلي للشخصية خشم، لأنه الناس مباشرة راح تشبهها بشخصية فولدمورت، احنا يعني مش ناقصين كلام. وبالفعل كلنا شفنا كريستيان بيل شخصيته عندها خشم وشكلها يعني طبيعي إلى حد ما، إلا أنه لونها أبيض وشكلها شوية كذا نحيف. المهم ما علينا من التفاصيل، المهم ايش ركبوا له خشم، ما ركبوا له خشم، خلوا له خشم، حركة جميلة. صح أنه كان بإمكانهم يمشوا على الكوميك ويقولوا ما علينا في أحد، بس برضو ايش ليش لا؟ ليش نزعل الفانز تبع هاري بوتر؟ ولعلمكم ترى فانز هاري بوتر ما يرحمون، يا وادي سووا لأمهم حفلة. وبشكل رسمي يا جماعة أحب أبشركم وأقول لكم إنه فيلم دون الجزء الثاني تم البدء في تصويره يوم الاثنين الماضي، ولو ما حصلت أي ظروف ولو ما حصلت أي تأخيرات ولو ما طلعت لنا أي فيروسات جديدة في هذا العالم بسم الله علينا، راح نشوف فيلم دون بجزءه الثاني يوم 17 نوفمبر من سنة 2023. ما كان ودي أصدمكم صراحة وأقول لكم متى راح ينزل الفيلم فيلم دون الجزء الثاني، ولكن الفيلم راح ينزل بعد 17 شهر. يعني غني يا ليل مطولك، غني
الفني، تصدرت منصة اتش بي او ماكس المركز الاول، وديزني بلس المركز الثاني، ومنصة هولو المركز الثالث، ونتفليكس المركز الرابع. ايش المراكز دي يا وجيه؟ لا لا اسوي التشويق. صد هذه المراكز اللي قلتها يعني من ناحية رضا المستخدمين عن هذه المنصة بعد استبيان أجرته أحد الصحف في تويتر. HBO ماخذ المركز الأول، لماذا؟ ما راح نعرف لأنه ما عندنا HBO. متى بنعرف؟ الله أعلم. وبعد ظهور شخصية البروفيسور إكزافيير أو البروفيسور إكس في فيلم دكتور سترينج الجزء الثاني، أكمل الممثل باتريك ستيوارت 22 سنة وهو يقدم هذه الشخصية. يب 22 سنة ودكتور إكس والبروفيسور إكس هو شخص واحد. الخبر الجاي يا جماعة أنا شخصياً بدأ يسبب لي صداع من كثرة التكرار وصراحة، بس معليش بقوله لكم. إشاعات قوية قوية، شوفوا بس إيش تظل إشاعات بس إنها قوية. حلو، يقولون إنه عمه كيفن فايجي مدير مارفل الرأس الكبير حق مارفل اتصل بالممثل تيرون إيغرتون، قال له يا ولد اسمع مر علينا الشركة نبغاك كذا في موضوع، او بالاحرى قال له مر علينا الشركة عندنا دور جديد لك في مارفل نباك تقدمه. للان الدور ما هو اكيد ايش راح يكون، ولكن لما سألوا الممثل تيرون في احد اللقاءات وقالوا له ايش الدور اللي اعطوك يا ديزني، قل لنا ايش الدور اللي في مارفل اخذته، هل هو دور وولفرين؟ اعترف. الادمي ما جاوب بشكل واضح ولكنه ابتسم وقال اتمنى صراحة. يعني هم مصرين يرجعون وولفرين؟ يا اخي خلاص سيبوه يا جماعة، والله سيبوه. مع العلم اني احب الممثل تيرون يا جماعة ودوره في سلسلة كينجزمان جدا احبه، بس يعني اعطوه اي دور ثاني. بس حطوا في بالكم ترى الموضوع ما زال اشاعة، يعني ممكن بكرا نلاقيه ماخذ دور ثاني ما له اي علاقة في وولفرين، بس ايش اشاعة ووجب ذكرها في حال انه صار شيء رسمي في المستقبل. ولمحبي سلسلة جودزيلا وكونغ عندي لكم خبرين يا جماعة، خبر حلو وخبر شين، وراح ابدا لكم بالخبر الحلو علشان تلطشوني في الخبر السيء وننتقل للخبر اللي بعده. الخبر الحلو يا جماعه انه فيلم جودزيلا فيرسس كونغ الجزء الثاني بدا العمل عليه بشكل رسمي. طيب هذا الخبر الحلو، اما الخبر المش حلو ايش؟ الخبر المش حلو يا جماعه انه الفيلم راح يتم عرضه سنه 2024 الشتايم بالدور. المفروض ما اقول الخبر الا بعد سنه، خلاص قلته نزل الخبر. صلوا عنا يا هو. اليزابيث اولسن يا جماعه مؤديه شخصيه سكارلت ويتش تقول ها تقول انه شخصية سكارلت ويتش في فيلم دكتور سترينج الثاني ما هي شريرة. احلفي. لا لا انا ابغاك تحلف اذا سكارلت ويتش مش شريرة ام له يا اختي. تقول انها شخصية جالسة تتطور وجالسة تتعلم من اخطائها. حلو، انا ابغاك تقنعي الليموناتي بالكلام هذا. اقنعيهم بالكلام ذا اذا ما سطروكي انا مش شريرة. فاكرين السلسلة الجديدة اللي حكيتكم عنها المشتقة من عالم ذا هانجر جيم؟ يا سلام عليك، يعجبني اللي متابع السلسلة اول باول. راح يبدا تصوير اول اجزاء السلسلة الاسبوع القادم، يعني احتمال نشوف الفيلم سنة 2023 او في بداية 2024 حاجة زي كده. وفي حال انك نسيت راح يكون اسم الفيلم الاول The Hunger Game The Ballad of Songbird and Snake. فيلم افاتار الجزء الثاني يا جماعة راح يصدر في صالات السينما يوم 16 ديسمبر من هذه السنة، وتم نشر صور جديدة من داخل الفيلم. الصور تقول ان السي جي اي والمؤثرات البصرية بتكون مجنونة يا جماعة. وفي حال انك نسيت الجزء الاول، الوجيه يضبطكم، الوجيه في الخدمة. ترى سويت ملخص للجزء الأول موجود في القناة، وإن شاء الله أني راح أفتكر وحط لكم الرابط في صندوق الوصف. الجزء الأول اللي نزل وأنا في المتوسطة راح تلاقوا ملخص لطيف ظريف مدة تقريبا 15 دقيقة في قناتي يلخص لكم كل الفيلم بحيث ما يحتاج ترجعوا تتابعوا الفيلم من جديد وتسترجعوا أهم الأحداث علشان تتابعوا الجزء الثاني وأنتم مبسوطين. أضبطكم يا جماعة، روحوا انزلوا في الوصف ولا ارجعوا في القناة. حلو. وبالحديث عن فيلم أفاتار الجزء الثاني يا جماعة اللي راح ينزل الجديد، يعني المخرج جيمس كاميرون صرح تصريح يجلط شوية للأمانة. يقول المخرج فيما معناه يعني انه الفيلم بيكون مره طويل، ويقول برضو انه ترى مو غلط يا جماعه اذا صرتوا محتاجين انكم تروحوا للحمام اثناء متابعه الفيلم روحوا، ترى الفيلم بيكون مره طويل. انا في البدايه قلت يا ولد ايش ده شكله يتكلم عن 4 ساعات 5 ساعات، بس قبل كم يوم نزل خبر رسمي انه فيلم افاتار الجزء الثاني بيكون مدته 3 ساعات. يا شيخ خرجت اهلي عادي، 3 ساعات منطقيه، يعني تابعنا افلام اطول من كذا يا ابن الحلال. شكله ما يعرف عبده دعسه، عبده دعسه يشغل المسلسل اليوم ينهيه في نهايه اليوم من دون ما يقوم على الكرسي، هذا يقول لي 3 ساعات يا شيخ. فاكرين يا جماعة فيلم سبيرتشيد أوي أو المخطوفة؟ فيلم أنيميشن من استوديو جيبلي من أروع إذا ما كان أروع فيلم بالنسبة لي من استوديو جيبلي. المهم يا جماعة الفيلم هذاك صنف كأكثر فيلم أنيمي ياباني حقق إيرادات حول العالم بحوالي 355 مليون دولار أمريكي، ورقم زي كذا في عالم الأنيمي وفي أفلام الأنيمي ترى يعتبر جدا ضخم. المهم يا جماعة الفيلم هذا سبيرتشيد أوي أو المخطوفة ظل متربع في شباك التذاكر العالمي كأكثر فيلم تحقيقا للأرباح من سنة 2001 من يوم انعرض إلين قريب إلى أن جاء
فيلم ديمون سلاير وقلبه ها نزلوا للمركز الثاني، لانه فيلم ديمون سلاير اللي نزل قبل سنه وسنتين حقق ايرادات تجاوزت ال 450 مليون دولار امريكي. انا احب سبيرت دوي بس معليش 20 سنه كفايه في توب 1، يجي ديمون سلاير ليش لا، يستاهل برضو ديمون سلاير. فيلم مينيون الجديد او ذا رايز اوف جرو يحقق ايرادات تجاوزت ال 200 مليون دولار امريكي في اول اسبوع من عرضه في شباك التذاكر العالمي، يا ساتر، ويحصل على تقييم مبدئي 7.1 من 10 على موقع ام دي بي، والتقييم هذا غالبا ممكن ينزل وممكن يحافظ على نفسه، نشوف بعد الفيديو هذا او بعد فتره. وفي خبر ثاني والله ما ودي اخليها في خاطري، انا ازعجتكم بهذا الخبر بس برضو لازم ابديت عليه. فيلم توب جان مافريك يخترق ويكسر حاجز المليار، وحاجز المليار كسره الاسبوع الماضي، الحين كسر حاجز المليار و100 مليون و100 مليون وزياده. وبهذه المناسبه يا جماعه احب اقول لكم ان توم كروز صار عمره 60 سنة رسميا، هابي بيرث داي يا ول، مختل مختل بس الناس تحبه، على قولة ماهر مالي ومال ماضيه، انا علي فيه وانا علي في تمثيله وأداءه بس اوكي. ولكل عشاق مسلسل سترينجر ثينجز، الان تطبيق سبوتيفاي والله مش اعلانه، تطبيق سبوتيفاي يا جماعة راح يختار لكم اغاني علشان تنقذكم من فكنا. ما راح يفهموني للي تابع مسلسل سترينجر ثينجز، معلومه نايمه بس الخبر يعني انبسطوا منه عشاق المسلسل. وبالحديث عن سترينجر ثينجز يا جماعه، الممثله ميلي بوبي براون بطلت مسلسل سترينجر ثينجز طلعت قبل فتره وصرحت تصريح جريء شويه كذا، ايش البنت بدت تتفزلق وتشوف نفسها على صناع المسلسل، قالت يا اخي اتمنى انه صناع مسلسل سترينجر ثينجز يصيروا جريئين زي مسلسل صراع العروش ويقتلون شخصيات رئيسيه. واضح انه في واحد من العيال اللي في المسلسل معاه مستقعد له وتبغى يموت وتفتح ما عاد تبغى تشوف. المهم يا جماعة قالت هذا التصريح، وبعد فترة طلعوا صناع المسلسل وصرحوا تصريح ثاني ردا عليها، قالوا والله شوفوا يا جماعة احنا سبق وفكرنا في هذا الشيء، كان ودنا نقتل شخصيات من الشخصيات الرئيسية بس ما زبطت معانا صراحة، it doesn't work. غير كذا يا ميلي احنا في هوكينز احنا في ويستروس، بوم قفلوا ام السالفة في وجهها، حرفيا this is هوكينز مش ويستروس، ما حدش عنده الجرأة انه يقتل شخصيات رئيسية مثل جورج ار ار مارتن الا جورج ار ار مارتن. ايوه يعني حاجة يا ميلي خلي مسلسل صراع العروش بعيد، ايش ليش تقحميه في مسلسل سترينجر ثينجز لماذا؟ وبالحديث برضو عن مسلسل سترينجر ثينجز صرح الاخوين دافر اللي هم صناع مسلسل سترينجر ثينجز انه الجزء الخامس والاخير راح يبدا تصويره في شهر اغسطس القادم، وللان ما في تاريخ محدد لاطلاق الموسم الاخير، ولكن كالعاده لو في معلومات الوجيه يضبطكم لا تشيلوهم، علشان كذا تاكد انك مشترك في القناه، لا تخش كذا بس وتفقع ما يصلح. فيلم سونيك الجزء الثاني يتجاوز ويكسر حاجز ال 400 مليون دولار امريكي، وللامانه يا جماعه النجاح اللي قاعده تسوي افلام سونيك مره ما هو سهل، الاول جاب مئات الملايين والثاني قاعد يجيب مئات الملايين، والعجيب انه الافلام ذي جدا عاديه يعني من ناحيه القصه جدا عاديه بس انها مره ممتعه، غير انه تصنيفها مصنفه كافلام عائليه فلا تفوتكم يعني لطيفه ولذيذه. وقبل كم يوم يا جماعه تم تسريب صور من موقع تصوير الجزء الثاني من مسلسل لوكي مسلسلي المفضل، علما انه تم البدء رسميا في تصوير المسلسل في مدينة لندن البريطانية قبل كم يوم برضه، وغالبا راح يتم عرض المسلسل هذا في وقت ما من سنة 2023. انا متحمس، انت متحمس بحكم انه هذا افضل مسلسل من مسلسلات مارفل او على الاقل بالنسبة لي. ظهور مجموعة من المراهقين في ترند مزعج لحضور فيلم مينيونز في السينما، يا هم مستفزين والله يا هم مستفزين، هذا اللي استفدناه من تيك توك، اي شخص تشوفه في الشارع قاعد يسوي حركات غريبة اعرف انه في ترند في تيك توك قاعد يسوي. عموما طلعوا مجموعه من الشباب المراهقين ولبسوا بدل رسميه وراحوا يحضروا فيلم مينيونز كذا 20 مدري 30 واحد مع بعض، ويجلسوا في السينما ببدلهم الرسميه ويرقصوا ويستظرفوا، شيء مزعج كرينج كرينج. المهم انه صالات السينما هناك قالت وربي لو احد يلبس بدل رسميه ويجي متجمع ما راح يدخل السينما، فهمتوا ولا لا؟ ايش الهبل هذا. مارفل تنشر الصور الاوليه لبعض الشخصيات من فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني، كلنا عارفين يا جماعه انه تشادويك مات قبل كم سنه بسبب مرض السرطان واللي كان هو البلاك بانثر شخصيا، وبالرغم من عدم وجود ممثل بديل واضح الا انه مارفل استمرت في تطوير الفيلم وكل شيء تمام وغيروا كتابته الى حد ما، ويشاع انه اخت بلاك بانثر تشوري راح تكون هي البلاك بانثر القادم، واتوقع انه مارفل شافتها فرصه، بلاك بانثر مات خلاص خلي بلاك بانثر انثى بحكم انه توجهنا نسائي اصلا. غير كذا تم نشر صور لبعض الشخصيات الجديده اللي راح تظهر في فيلم بلاك بانثر او واكاندا فور ايفر، مثل شخصيه اتوما ومثل شخصيه نومار من عالم اتلانتا، ربما واحد منهم يكون الشرير او الاثنين يكونوا الشريرين الله اعلم، ما بحثت الموضوع ولا اقرا في الكوميك، فخلونا نتفاجئ لما نشوف الفيلم او على الاقل نشوف تريلر الفيلم. ومش بس هذول الشخصيات اللي راح يظهروا، برضو شخصيه ايرون هارت راح تظهر في فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، نسيتوا من هي ايرون هارت؟ تكلمنا عنها في الاخبار القديمه، البنت اللي راح تكون هي وريثه
توني ستارك، هي مش بنته، لا هي بنت ثانية تحب توني ستارك وحبت تطور بدلة زي بدل توني ستارك، ولاحقا توني ستارك تعم. أقول لك ارجع الفيديو شوف القصة إيش حقعد أحكي لك أنا كل شوية. وعلى كل حال الفيلم راح يعرض تقريبا يوم 11 نوفمبر، التاريخ هذا مش أكيد، ما زال تاريخ متوقع. تايكا وتيتي يا جماعة، المخرج الرهيب واللطيف والممتع والكوميدي، ديزني أعطته الضوء الأخضر للعمل على جزء جديد من عالم ستار وورز. معلومة حلوة، الأمور طيبة. ولكن حبيبنا تايكا وايتيتي جاب أم العيد قبل أوانه. بعد تصوير فيلم ثور لاف أند ثندر، بحكم أنه هو المخرج يعني، راح للممثلة ناتالي بورتمان اللي هي ثورة في فيلم ثور لاف أند ثندر، وقال لها اسمعي ودك تمثلي معايا في العمل القادم لستار وورز اللي راح أخرجه أنا؟ قالت له الجديد اللي راح تخرجه أنت؟ أنا ناتالي بورتمان، تبغاني اظهر في ستار وورز؟ قال لها يا بليش لا، انت ممثله رهيبه. قالت له اي انت تعاطى شيء محشش يا الاخ، انا مثلت زمان في ستار وورز مضيع ليه؟ وسكت الجميع، وسقطت مطرقة ثور في الأرض، وثانوس فرقع إصبعه. الأخ بيخرج عمل جديد لستار وورز ومش عارف إنه ناتالي بورتمان مثلت في ستار وورز، يا لهوي! حلو يا وتيتي، حلو. وخبر جميل ومميز لمحبي أفلام تيد، يمكن معظمنا يعرف أفلام تيد الجزء الأول والثاني، صح إن أفلام مضروبة بس إنها ممتعة ومضحكة وتخلينا نفرفش كثير. واحد من أكثر الأفلام الممتعة والمصنفة للكبار عن دب داشر سلتوح صايع ضايع تنبض فيها الحياة فجأة ويجيب أم العيد في الناس اللي حواليه. المهم يا جماعة، راح يكون فيه مسلسل مشتق لهذا الدب باسم تيد، ويشاع انه راح تطلق اولى حلقاته هذه السنة، ما هو شيء رسمي ولكن ربما. ويقال انه المسلسل راح تدور احداثه في التسعينات لما كان مارك وولبرغ او شخصية مارك وولبرغ لسه صغير. انا نسيت ايش اسم الشخصية اللي قدمها مارك وولبرغ، بس ما راح نشوف مارك وولبرغ، راح نشوف ولد جديد راح يقدم الشخصية اللي قدمها مارك وولبرغ بس وهو صغير. عموما زي ما قلت لكم المسلسل راح يصدر هذه السنة احتمال، وراح يكون مصنف للكبار فقط. اذا ما تابعت الجزئين الاول الثانية روح تابعها، ترى مرة رهيبة ومضحكة بس للكبار فقط، اعمل حسابك. الممثلة القديرة والأوسكارية وصاحبة التاج الثلاثي للتمثيل فيولا ديفيس تصرح وتقول بالفم المليان انه فيلمها القادم The Woman King قد يكون احد اعظم ادوارها. أساتر، تصريح قوي من ممثلة كبيرة صراحة. وفي هذا الفيلم بالتحديد الممثلة تقول انها بذلت جهد جدا كبير، بل انها ظلت تتدرب لاشهر وتلعب الحديد وتمارس الفنون القتالية استعدادا لهذا الدور. الفيلم لسه ما نزل له تريلر الى تاريخ هذا الفيديو، ممكن يكون نزل له تريلر لانه يفترض بكره ينزل التريلر، ما اعرف انا متى راح انزل الفيديو، فغالبا لو المهم تم نشر صور الى الان ما في تريلر. حلو، والله واضح انه فيولا ناوي على الاوسكار اذا يعني توفقت ان شاء الله. البنت اصلا معها 4 ترشيحات للاوسكار وفوز واحد في الاوسكار وجائزة ايمي التلفزيونية وجائزة توني المسرحية والتاج الثلاثي للتمثيل، البنت مختمة ام الدنيا. فيولا ديفيز يا جماعة واحدة من الاساطير القلة اللي صنعتهم هوليوود. عموما انا متحمس للفيلم واتمنى أتمنى أنه فعلا يكون قد الحماس وما ننصدم. الفيلم راح يعرض رسميا هذه السنة بتاريخ 16 سبتمبر. توم هانكس مؤدي شخصية وودي في عالم حكاية لعبة أو توي ستوري طلع كده انفجر بعد الفشل الذريع والمراجعات والتقييمات السيئة لفيلم لايتير. قال يا جماعة معلش أنا عندي سؤال واحد، ليش يا ديزني ما خليتوا الممثل تيم ألين اللي هو المؤدي الأساسي لشخصية باز يطير أو لايتير في عالم توي ستوري هو اللي يقدم شخصية لايتير في هذا الفيلم؟ إيش الفكرة؟ أنا معاك يا عمو توم، والله معاك، لو كان الفيلم حلو كنت بقول يا ريت، بس الفيلم زبالة، الناس كلها تسب وتشتم فيه، والحمد لله صوت باز يطير اللي احنا نحبه سواء بالانجليزي او كان بالعربي ما راح نسمعه في هذا الفيلم، الحمد لله خير خير. وختاما يا جماعة وبعيدا عن هوليوود، تم الاعلان رسميا وبعد طول انتظار عن عودة انمي بليتش. انا ما اعرف كم له سنة منقطع بس واضح انه من زمان منقطع، وانا ما تابعت الانمي للامانة، ولكن اللي اعرف انه جمهور هذا الانمي مرة كبيرين جدا لدرجة اني سمعت بالانمي وما تابعته من فترة طويلة اسمع فيه. المهم يا جماعة انه من لحظة نزول هذا الخبر والجمهور والناس والمعجبين يهتفون فرحا ويرقصون طربا في كل وسائل السوشيال ميديا، ولا اقدر الومهم صراحه، واضح انه في شيء حلو منتظرينه. عموما راح يتم عرض اولى حلقات الارك الجديد لانمي بليتش في شهر اكتوبر من هذه السنه، يعني بعد تقريبا 3 شهور حاجه زي كده. اشوف يا جماعه انها فرصه جيده ليا والكل اللي ما تابعوا انمي بليتش انه انا الاوان ان نتابعه، ليش ما نتابعه بحيث اول ما ينزل نكون ايش كيب اب وذ فانز، او ننتظر لين ينزل الارك الجديد وبعدين نكمل ايش دعسه واحده. والى هنا يا جماعه نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، شكرا لكم على المتابعة.
المتابعة، وكل عام وأنتم بخير مقدما. ما أدري هل ممكن ننقطع عن القناة كذا فترة بسيطة علشان نعيد وكذا، ولكن يعني حبيت أعطيكم خبر من بدري، إذا سحبت عليكم فترة لا تخافوا ترى بنرجع. مرة لا تشيلوا هم، الوجيه موجود. اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. تعالوا تابعوني المواقع التواصل الاجتماعي كلها في صندوق الوصف، وتويتش والديسكورد برضو مرة مهمين، تعالوا تابعوني فيها. ورجاء يا جماعة رجاء، بما أنك يعني وصلت إلى هذا الحد من الفيديو ما قررت أنك تقفل، اضغط لايك، لا تنسى تضغط لايك، وغير كذا انشر الفيديو في أرجاء المعمورة، ما في أحد ما يحب الأخبار. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.